ما هو الفرق بين التسلط والمسؤولية والقيادة؟ المسؤولية معناها أن أكون مخلصا ومدققا وأمينا وبغير محاباة لتحقيق مصلحة العمل والأمانة على تحقيق الهدف. التسلط معناه أن يكون الغرض هو أن أظهر أنني أنا الرئيس، أنا المدير، أنا الذي أقود العمل. ومن ثم فأن يكون توجهي وتركيزي على أن أفرض سيطرتي أنا على العمل أو على المرؤوسين. فالفرق الأول هو أن يكون اتجاهي هو الإخلاص للرسالة أو الإخلاص للعمل، الأمانة لتحقيق الهدف بتاع العمل، عيني رايحة على الهدف. والعكس التسلط، عيني على دوري أنا كالرئيس المتسلط لتحقيق الهدف. الحاجة الثانية أنه من يسعى إلى القيام بالمسؤولية وليس التسلط يبقى عينه على الحق، عينه على النظام، عينه على ما يحقق الفائدة والقيمة من العمل أو المهمة التي هو يريد تحقيقها. المتسلط عينه على إن الناس تقول عليه إيه، إنه الناس تحترمه هو، إن الناس تقدم له الكرامة هو. إذا أردنا أن نضيف بقى بعد مسيحي على التوصيف اللي قلناه طبقا للإنجيل، هنقول إنه التسلط اتجاه نحو الذات والأنانية والمصلحة الشخصية والمسؤولية، أن يؤدى الواجب وتؤدى القيادة بروح المحبة والاهتمام باحتياج أو مشاعر الآخرين. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.